ربي مدد في عمرك الكروي يا أرجنتيني، ربي مدد في أنفاسك الكروية يا ميسي، بعدك أنت الكرة تتيتم يا ليو. ومن 2004 ل 2024 ممكن سنة الاعتزال، قد أقول هذا، سيقولون مرحلة ليونيل ميسي. كيف سيكون حال الكرة عندما تتوقف عن اللعب يا ميسي؟ كيف سيكون حال برشلونة عندما تتوقف عن اللعب يا ميسي؟ الملعب كله يهتف ميسي ميسي ميسي. بالله أسألكم، ما هي كرة القدم من بعد ليونيل؟ ما هي كرة، أي كرة سنشاهدها، وأي كرة سنعلق عليها؟ جاء للفورمة، جاكم يجري ليونيل، جاكم يجري ميسي، ليونيل ميسي. كيف ستكون الكرة بعدك؟ الحقيقة فما اسماء تغادر، فما اسماء ترجع، فما اسماء تولد، ولكن ميسي، ميسي سنفتقده، وسيفتقده التلفزيون، وسيفتقده المشاهد، وسيبكي عنه العشب المختر في كل ملاعب أوروبا. كم نحن محظوظون بك يا ليو ميسي، عشنا هذا الزمن الذي تمتع وتبدع فيه. ليو ميسي بروعة، ليو ميسي بدقة، ليو ميسي بمهارة، ليو ميسي وبراعة. ليو، برشلونة بدون ميسي كالأرض بدون مطر، هو أخطر بشر. في لاعبين من الاستحالة أن يتم تعويضهم وأن يأتي لاعب آخر لأن يحل محلهم، الأمر الذي ينطبق على ليونيل ميسي. والتساؤل الكبير، كيف هي كرة القدم وكيف هو حال برشلونة من بعد ليونيل؟ كيف هو حال برشلونة من بعد ليونيل؟ ميسي ميسي، 90,000 حنجرة تغني لليونيل، من بعدك الكرة توفى يا البولغا. كل شيء يكون مظلما عندما يظهر ليو ميسي، تشعل الشمعة فوق أرضية الميدان ويظهر النور ويشعل المباراة عندما يستلم، عندما يمرر، عندما يراوغ، عندما يسدد. ميسي معلم، ميسي كبير، مش ممكن. أنا الذي نظر الأعمى إلى قدمي وأضربت مراوغاتي من به صممه. أنا ميسي كبيرهم على صغري، أنا ليو عارض المتعة في عالم القدم. هذا مدى 90 دقيقة، هذا الذي يمشي خطوات النملة، هذا الذي عندما ينطلق ينطلق كالسهم. الله يا ظروف، أشكرك يا الظروف التي جعلت منك لاعب يا ميسي، أشكر الظروف التي جعلت منك لاعب يا ميسي. لن يخرج عنها ميسي إلا في يوم الاعتزال. كرة ترفع من الجدار، كرة أعلى من الرجال، كرة أبعد عن كل الرجال، كرة لا يسجلها إلا سيد الرجال. مشاهدينا الكرام، الجوهرة الأرجنتينية خارج دائرة المقارنات، موهوب جاء من خارج كوكب كرتنا، يأتي بالعجب العجاب. كم سيبقى لكم ميسي؟ كم سيبقى لكم ميسي؟ تحرك يا بوسكيتس، العب يا ألبا وفيق، اجري يا لونجلي وقاتل، خذ كوراتك يا روبرتو، ما تخليش يتعدى يا سميدو، عاود يا ميسي.
مهبني يا مهبني يا ليونيل، ماذا تصنع؟ أيام عجب، أيام عجاب. ميسي يستعرض من جديد، اش تعمل واش عملت، اش تصنع واش صنعت؟ انت صنيعة ولا خليقة؟ جاوبني كلمني يا تانجو. والله ليو أجمل حكاية وأحلى رواية. ليو جمالك كل الجمال، يا ميسي دلالك كل الدلال. سنين والله من العمر تعدي بمتعة وإيقاعات هذا الأرجنتين الخرافي. ميسي المنقذ، ميسي الملهم، ميسي البطل، ميسي كاتب الأمجاد، ميسي كاتب التاريخ، بل هو جزء من تاريخ برشلونة في أكثر من 17 سنة. تاريخ الكتالوني العريق الذي تأسس في 1899